النجمة بشرى منورة الدنيا. أهلا خليك. أنت دايماً تسألني أسأل في الجون. أه إن شاء الله. أظبطها النهاردة. أيوه عارفاك طبعاً، عارفاك وعارفاك. كنت أبو تميم. أيوه. مبدئياً النهاردة عايزين بس نتكلم عن الجمال والشياكة والأناقة دي كلها. ده نور فتح الله ديزاينر طبعاً، وشي نهال من محمد الصغير حبيبي ربنا يرحمه يا رب، أستاذنا الكبير ويا رائد في صناعة التجميل. والشعري مصطفى ذهب عمله لي في الضلمة عشان الكهرباء قطعت واحنا شغالين، فهي شكلها عين حلوة قوي يعني. انا محبش قوي اصدق في المواضيع دي بس يظهر انها بجد والله شكلها كده طب لا ده امتى العين بقى كانت مركزة معاكي زيادة عن اللزوم وحصل معاكي مشاكل بسبب الموضوع؟ امتى ايه حد كان مركز معايا؟ لا ده انا بقى انا بقالي شهرين متدهولة خالص اساسا. كورونا عيني لا انا عايشه يعني ايام ده، انا لسه بتعالج علاج طبيعي كمان يعني الحمد لله على كل حال طبعا، بس يعني ما بحبش اتوقف عند الحاجات دي يعني. برضو كهرباء قطعت كملت وعملت شعري في الضلمه، ومصطفى ذهب الكوافير اثر وكملنا وتمام. والبقى احلى بقى حاجه انك ما شاء الله زي القمر وطالعه تجنني. ربنا يخليك، ده ربنا بقى نور ربنا اللي عشان قلب الواحد ابيض وخلاص بقى. عايزين نتكلم بقى عن التكريم ايام القاهره للدراما والاوبرا، ونفتكر كده مهرجان القاهره. ايه رايك في الاجواء دي؟ مهرجان القاهره السينمائي ده انا بحبه حب، ده مهرجان القاهره ده من في القلب يعني، العشق الممنوع ده. لا طبعا ايام الدراما العربيه مهرجان مهم يعني، لازم يبقى فيه احتفاليات بالدراما والمسرح زي ما في احتفاليات بالسينما، ولازم يترصد لها ميزانيات كويسه وقويه لانه في نجوم في التلفزيون ونجوم في المسرح محتاجين التكريم والاضواء اللي بتاخدها نجمات او نجوم السينما او مهرجانات السينما عموما، فانا مع ده جدا يعني. ان الناس تقعد ترخم كده وممكن جوزك رد في الموضوع ده والفرق السن بينكم وحاجات هو الناس عايزه ايه؟ هي الناس عايزه ايه فعلا اللي هو في كده؟ السؤال ده ليك، السؤال ده ليك، السؤال ده ليك تحديدا، واقف بعيد. الناس عايزه منكم ايه ويقعدوا يقولوا فرق السن بينهم ايه وبتاع، يعني هم عايزين ايه؟ في فرق سن طبعا اصغر مني ب 15 سنة. لا هو راح يكبر نفسك كل ده؟ اشاعات على طول يعني، تكبرني بالسن 6 سنوات ازاي يعني؟ لا اصل احنا كمان المشكلة مش فينا، المشكلة ان احنا عندنا دفعات مدرسة ودفعات نادي وابطال يعني في ناس قدنا كانوا دفعتنا، فيعني انتوا اللي بيفتوا بيقولوا ان انا اكبر منه ده بيفتوا على اساس ايه يعني؟ احنا عندنا زملاء هيطلعوا ياكلوهم. لا انا عايز بقى نتكلم عن قصة الحب دي بقت ازاي؟ يعني النهارده لان انت اتكلمت عن ده فانا عايز برضه تفصيلة حتى صغيرة ما اتقالتش. انت ما عندكش وقت اصلا، اصل دي القصة 24 سنة لو عندك وقت ما عنديش أي مشكلة، بس يعني كده مش هنحضر التكريم وهنفضل نحكي القصة لغاية الأسبوع الجاي. أنا عايز أجمل حاجة في القصة. أجمل حاجة في القصة بشرة، بس هي دي أجمل حاجة في القصة. أنا كده مش هتكلم. خلاص نجيب كمانجات. كمانجات وشجرة وليمون. أنا دموعي نزلت خلاص. بشرة أجمل حاجة فيه إيه؟ انه هو سالم يعني، اجمل حاجه فيه انه هو انسان نقي نظيف يعني، وابن عيله وحمول وصبور، ف واجمل ما فيه ان اولادي بيحبوه. طيب والله الطيبات من الاخر، ما هو ده هي كده هي كده يعني هي طبعا معروفه يعني طبعا. بشرى طلع عينيها في الجونه وفي شغلها وطلعت دخلت مع الجن ما اعرفش حوار كده وبتاع، انت بقى يعني طالع عينك في كل ده ولا مستحمله ازاي؟ انا مش طالع عيني، هقول لك ليه. بشرى عندها تايم مانجمنت غير طبيعي، هي فيري بروفيشنال في التايم بتاعها، عارفه هي بتعمل ايه، عارفه امتى هتمثل، امتى وقت ليا، وقت لاولادها، وقت للعيله، وقت عندها وقت للجونه، عندها وقت، هي دي هي عارفه تخلقه ازاي، ما تخليش حد يزعل ولا حد يحس ان هو بعيد، وبعد كده انت لازم تقدر، انت برضو عارف من الاول انت برضو هتعمل يعني، لما اتجوزت انت عارف انك انت مفروض تبقى واقف في ظهرها وتستحمل والكلام ده كله. هو ما خدنيش مدرسه فلسفه برضو يعني، فاهم قصدي؟ هو خدني فنانه يعني. وعندها منطق يعني، عندها منطق. في بينكم فانا مش على الموضوع. لا والله يا ولد، بس هو عشان هو يعني دمه خفيف بيلقط الافيهات بسرعه. الجونه بقى والاستعدادات والتحديات اللي هتواجه المهرجان الفتره اللي جايه عايزين نتكلم بقى عنها سريعا. ما هي سريعا لانه هي لسه كل حاجه هتعلن في مؤتمر صحفي وكده، او يعني في بيانات صحفيه،
اكيد في يعني في جديد وفي تعاونات جديده وفي سبونسرز جداد وفي وشوش جديده هتتشاف برضو على السجاده الحمراء سواء من الوطن العربي من الخليج من لبنان طبعا من كل حته يعني. والعالم برضو كمان هيكون في اسماء كبيره في صناعه السينما مخرجين ومنتجين وممثلين يعني من اوروبا وطبعا الناس اللي هتقدر تسافر في الظروف العالميه يعني. بس هيكون في جديد دايما ان شاء الله. السوشيال ميديا ما وراهاش غير ثلاث اتهامات، شله الجونه اللي ما بتتغيرش، فساتين الجونه اللي ما بتطولش. ايوه. لا الثالثه ايه؟ لا قولي الثالثه دي اللي تيجي. فساتين الجونه اللي ما بتطولش وشله الجونه اللي ما بتتغيرش. بص انا معاهم في حكايه شله الجونه اللي ما بتتغيرش، وانا السنه دي مع كل الناس القائمين على المهرجان انا دايما باكد على حاجتين. عايزين نجدد فرص انه ناس تاخد فرص للحضور مختلفه عن الناس السنين اللي فاتت. فعلا هو في ايحاء بالشله ان في شله واحده في الجونه هي اللي بتيجي وبس، بس هي المشكله ان هم اللي بيبقوا مواظبين على الحضور سواء معزومين او لا. يعني في ناس ما بتبقاش معزومه، ودي ثقافه المهرجانيه الصحيحه انك انت بتخش تعمل البادج بتاع المهرجان وبتحضر حتى لو مش مدعو بشكل رسمي عشان تحضر تشوف افلام، تحضر ندوات، تتعلم، تتثقف، تقابل ناس. المخرج اللي بيدور على منتج ينتج له فيلم ويقابله في اطار المهرجان. فهي فعلا يعني هو بس ايحاء خاطئ. بس هي ناس بتعتبر ان في شله واحده للمهرجان، يمكن عشان مثلا ما تطلع اغنيه المهرجان ففي وشوش بتتكرر فيها مش عارف ايه. بس هي الحقيقه لا، المهرجان لو ركزت في الاربع خمس سنين هتلاقي كل سنه في ناس مختلفه وناس جديده وبتاع، في ناس مكرره طبعا يعني، ده عارف يعني ده منهج ومقرر يعني. بس في حاجات ناس وشوش ثانيه مختلفه، في افلام مختلفه، نجوم مختلفه، في اللي ما جاش سنه بيجي سنه، في اللي كان معتذر بيجي يعني، موجود كل الفساتين ما بتطولش. لا يا الفساتين بتطير عشان الهواء. الله احلى على فكره. الهواء احسن، احنا في الطراوه هناك عشان بقى المهرجان شهر اكتوبر طبعا. لا بص كل واحد عايز يشوف حاجه، كل واحد كل اناء بينضح بما فيه. أكيد. اللي عايز يشوف حاجه يمين يشوفها يمين، اللي عايز يشوف حاجه شمال هيشوفها شمال، بس كده. مش عايز اطول عليكي زياده على اللزوم، بس عايزين نعرف بس جهازي ايه جديد الفتره اللي جايه. ومبدئيا كده اتعكس منك كم مره في الجون؟ لا ده اتعكس مني امبارح، ده في واحده واحده من ليبيا امبارح خدته كده ما اعرفش يعني، بس لقيتها حلوه ولذيذه فقلت ذوقه حلو مش مهم. رحت عادي ولا ايه؟ لا ما بروحش والله. شفت وش احمر ازاي؟ بس هقول لك على حاجه تعليقا على مهرجان الجونه بشرى، برضو انا بلومكم انتوا. ازاي؟ هقول لك، انتوا بتركزوا في الافتتاح والسجاده الحمراء والفساتين، وبتركزوا على الختام وبرضو السجاده الحمراء والفساتين. انتوا مش عارفين اللي بيحصل في وسط الاسبوع اللي هو ما بين الافتتاح وما بين الختام، وكم الورش وكم الحاجات اللي بتتعمل والندوات والكلام ده كله. فانا ما اعرفش طبعا، انا مش من دوري يقول لكم، هو جنبنا هو يقول لك ان انا اقول حاجه زي كده، بس انتوا لازم انكم انتوا تبتدوا توروا الحاجات اللي موجوده الجده، مش اللي هو بس الافتتاح والختام، لان مهرجان الجونه مش افتتاح ولا ختام ولا الحاجات دي، والا ما كانتش جت جوابات شكر من مهيئات عالميه ودوليه ونجوم اجانب بيبعتوا شكر على المحتوى بتاع المهرجان من افلام وندوات وعلى الشخوص اللي بيقابلوها في المهرجان. فهي بس محتاجه ايه اعاده تنسيق كده، نوري ايه قوي وما نوريش ايه قوي، ونصدر ايه اهم والمش مهم مش مهم. وعلى فكره في الندوات الفساتين بتبقى طويله. عشان كده ما حدش بيروح الندوات. والله تعالوا انتوا بس انتوا هتتبسطوا. بشكرك جدا وبجد شرفتونا. الف شكر. الله يخليك. شكرا.